انا بلاحظه بخصوص السرعة، السرعة متضاربة، الخلفي طبعا مفصول حساس او عطلان، الايمن، الخلفي الايسر. الحين بس اثبت السرعة على سرعة معينة واوريكم كيف الاختلاف. فرض ان يكون سرعة الكفرات كلها على قراءة واحدة، الحين انا على 100. لاحظوا عندي هنا الامامي الايسر 86، الايمن 94، الخلفي 87. يعني الخلفي الايسر والكفر الايسر الامامي نفس بعض، الكفر الايمن الامامي ما اعطي قراءه زياده مع انه المقاس نفس المقاس الكفر. لاحظوا فرق بالقراءة، الكفر الأمامي الأيمن زايد حدود 10 درجات أو 8 درجات، الخلفي عطلان. أيضا العزم عنده مرة، لاحظوا الزيت، ضغط الزيت أو لمة المحرك، لمة الزيت تولع. هذا يبدو لي إنه فيه برضه زي ما ذكرت نقص في الزيت. طبعا لاحظوا عنده برضه حتى ضعف في ضغط البنزين، تجيني مصفاير في رقم 7. لاحظوا الآن مصفاير موجود، هذا المصفاير لما يجي ويروح يختفي بسبب انه ضعف ضغط البنزين، فيصير احد الضحايا احد البخاخات، بيصير فيه الضغط ضعيف. لاحظوا الان لما يكون في مصفاير ادعس شوي بنزين راح يختفي. لاحظوا اختفى. يعني في اكثر من عامل سبب مشكلة في الضعف العزم، ممكن يكون زيت المحرك فيه ضغط ضعيف، مع اني ما عندي صوت اي طقطقه او تكتكه، ممكن يكون بس الحساس حق الضغط في مشكله، لكن دبه الشكمان تسويها وضعف ترمبه البنزين مسويها، والارجح عنده ضعف في ترمبه البنزين لانه يجي مصفاير ويختفي. لاحظ الان مصفاير 4، هذا بنزين يختفي.